شرفت اليوم بتسلم الرسالة الملكية السامية اللي كتشن واحد المسار ديال مراجعة ديال مدونة الأسرة. هذا ورش إصلاحي كبير اللي جا قام اللي جي به سيدنا الله ينصرو، وحددت الرسالة الملكية الجهة اللي غادي تشرف على عملية الإصلاح والمشكلة من وزير العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة. وكذلك رسالة جابت المنهجية ديال العمل اللي هي مبنية على منهجية ديال الإنصات وفق مقاربة يعني تشاوكية، وبالإضافة إلى تحديد واحد السقف ديال 6 شهور إن شاء الله باش يكون هذا العمل كله منتهي. والتفعيل ديال هذا الرسالة أنه كانت عندنا مناسبة باش يعني نبارطاج يعني نقراو هذيك الرسالة جميع، كنا هنا اللي تجمعنا هذا الصباح ونتفقوا على يعني طريقة العمل، بحيث أنه ابتداء من هذا الأسبوع غادي يكون اجتماع للقيادة ديال هذا المشروع، وغادي يكونوا اجتماعات أخرى متتوالية، وغادي يكون كذلك الإنصات المجتمع المدني وجميع الهيئات كما جاء في الرسالة الملكية باش نستمعوا الآراء ديال البعض وديال الآخرين كذلك ديال الجميع. هذا جد مهم، عملية ديال الإنصات يعني في هذه المراحل كلها اللي غادي ندوزو باش نحاولوا نقربوا في وجهات النظر. كيبقى سيدنا أنه هو أمير المؤمنين والضامن، وعطى واحد رسالة ملكية اللي كونتور ديالها واضحين. نتمنى على الله أنه يكون التوفيق، لأنه هذه لحظة تاريخية، لحظة إصلاحية يعني كبيرة لمدونة الأسرة، فنتمنى على الله أن هذا الشيء كله يدوز بنجاح وبالإنصات ويكون التوافق إن شاء الله.